المهم قبل ما غنبداو الخوت غنوريكم واحد التطبيق اللي هو هذا. المهم هذا التطبيق هذا، ها هو هذا، هاد التطبيق هذا كيوريكم حيت الا ضرب شي زلزال كيطلع لك وكيوريك كيخبرك الا قبل ما يضرب شي زلزال تيقول لك ترن 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 عندك غيضرب شي زلزال حداك. كيخبرك بشي 5 ثواني. المهم 1 2 3 4 5 دونك انت راه فراسك علق. اوكي دخلوا هذا راه مزيان وغنوريكم كيفاش يخدم. اوكي مهم تطبيق هو هذا ونبي زيزير باش خلا عليا سمية كيجي مزيان. المهم هاهو شوف، المهم هنايا إلا وراك شفت الشام ديال اختياري شنو غيعطيك. المهم غتخرجو، المهم غادي تجيو للشبكات الزلزالية. الشبكات الزلزالية شنو تيفرق؟ هاد مثلا راه نصرا في واحد في اسبانيا قبل 8 ساعات غتورك في الدائرة هادي اللي تحت ياك. غنشوفو شنو غيعطينا، غيعطيك الخريطة وغيعطيك النظام سيسيلا. هانتوما شوف هاهو جاي، ولكن ديك الموجة الحمراء هي اللي كتكون قاصة. ما علينا حنا بعاد غنشوفو اللي ضرب قريب منا فين. هانت ضرب في دائرة راه تسقطوها 1000 كيلومتر. المهم مروكو غادي نوركو في الدائرة الصفراء الحمراء وغادي نشوفو فين البلاصة ضرب فيها. يعني عاود تاني ضرب ونشوفو انا الدار ديالي ها فين انا على هنايا تامسنا تامسنا ها هي تامسنا شو تامسنا بعيد انا ولكن نشوف رجلي دابا كيضرب ضربة فين تنشوف. وهنايا هاد المحادثة يعني كتشوف انت غتجي لهاد العربي السعودي لتحت كتشوف الناس واحد كتب شبكة المعلومات الكوارث والمخاطر كتب عند قتل الزلزال إلى 2012 قتيل و 2059 مصاب بينهم 1404 حادث خارج الحوز 1299 جرودان 452 شيشاوة 191 ورزازات بورزازات 41 مراكش 15 أزيدان 11. يعني هاد التطبيق كيخبرك قبل ما طرا الكارثة. وهنا إلا طرات شي حاجة أشنو غدير؟ غتكشف غتوريك على تلك هادو هي تريك. هانتوما راه كاتبة شي عصبي تزلزال، لأن عطيك اهتزازات متشابهة للشاحنة تمر بالجوار أو اهتزاز النوافذ أو اهتزاز خفيف أشياء معلقة، يعني شي حاجة معلقة تحركات ولا سقوط أغراض عن الرفوف أو شقوق صغيرة في مباني وانكسار شبابيك ولا أضرار في مباني وصعوبة على أن تبقى واقفة. يعني الديور ما تبقاوش واقفين تيوليو يطيحو في ديك اللحظة. يعني اللون هاد اللون عطيك أضرار واضحة في المباني وانهيارات جزئية، والحمر عطيك انهيارات مستمرة في المباني ووقوع الناس على الأرض. يعني بهادو كيطيحو انهيارات مباني كاملة، تدمير مراكز حرارية بأكبرها، العديد من الضحايا، شقوق في الأرض وانهيارات أرضية، اضطرابات تربة، إزاحة قشرة الأرض، يعني قشرة الأرض، الأرض كتحل. دابا باقي ما ضرب حتى شي زلزال، معاك كيضرب كتجي هنايا كيعطيك. دابا عرفتو، هادشي هنا على المحاكي. هانتوما كتفهم هي لم يتلقى هاشم كتك أي تنبيه في الوقت. في إذا كان مركز الزلزال خارج القرص الأحمر وتم اكتشاف الزلزال على الفور بواسطة الهواتف الذكية فستتلقى التنبيه مقدما بأكثر من 5 ثواني حدد مركز الزلزال المحتمل على الخريطة لحساب وقت التحذير. مثلا هذه الدائرة هذه اللي
وتشوف يكشف واحد الطاس هذيك مثلا ضربتي زلزال وديك الموجة جات مثلا ضربت الموجة هنايا هانتوما مثلا الموجة جات وخلات على هاد اللون الخضر وفاتو ودخلات على اللون الأحمر يعني التليفون ديالي غادي يقول لي بأن الزلزال غيخبرني وغادي نهرب من الدار. انا غنعاود لكم شنو طرالي باش حسيت بالزلزال وهاد اللعيبه اللي طرات لي غيكونوا بزاف حسوا بها. المهم انا متكف في الداري مكونيكتي ودير واحد الفيديو ديال كريستيانو تيقول سي فحال ما هكا دابا داك الفيديو كيبقى يدوبل مثلا قال سي كيديروا بزاف حداث غاب سي سي واحد الاستاذه بغات تحيدهم وما قداتش وانا جالس كنضحك واحد اللقطه تيسحب ليا دخش وانا نوض وندير نط بديت نقول ناري غنموت ناري نط مخلوع ديال بصح الخوات ديالي انا عصف الصاله مشيت لقيت الله يدا دابا ماشي ناضش كامله تديرها قول لي وطاهرة ما عرفت ما حسيت بشي لعبه اول شوي تقول لي طاهرة الطبله كتحرك وين ندير ديك قالت لي الطبله كتحرك والدار بقات تدير بحال ما هكا ما حنا ساكنين في تمسنا العمارات صحاح زعما العكس راه ما صحاح ما والو كنا غنموتو ديال بصح والوالده كانت كدوش مع الوالده كدوش مع ديك الوالده الزلزال معلقو هبط حفيان شديت شي زريشة تسعتها هبطت مع الدرج تخيل هبط في الدرج رجل الفوق ورجل لهنا ورجل لي رجل هنا ورجل لي والخلعة ديال بصح وانا تيسحب لي العمارة هي اللي طاحت لينا تيسحب لي لا حول ولا قوة الا بالله المهم سمحوا لي واحد اللعيبة انا في نفسي بحال الحساسية فيه ماشي كان راه كنحط كنيف اهبط صوفيطمة بحال شي واحد فهمتو بحال شي واحد بحال شي هادوك الطلابة بحالهم خرج وخارج وتنديرها خرجت انا الاول في العمارة مع خرجت تلقى الناس خارجين او وقيل احنا هادشي اللي طرا لينا شوية تيبان لك بنادم والعيال تيغوتو وتخيلوا فاش كنا هابطين واحد الراجل ساكن لتحت كاع بدا تيقول الله اكبر الله اكبر تمالك اصاحبي مدارزين مع الجزائر ولا اسرائيل الله اكبر لا ماشي زعما كنعيب على الله اكبر ودار بحال ديال الاندلس الله اكبر سوف ننتقم من الفايكينغ تكمش تكمش لنا الخوت ما خصناش نضحكوا علاش حيت ماتوا بزاف ديال العائلات ماتوا بزاف ديال العائلات ولكن سمحوا لي واش واحد باني بالطين واش هادي واحد بصاصة بنادم ما خصوش يبني بالطين واصلا المغرب جا المغرب جا فواحد البلاصه ديال مع التكتونيه ولا ما عرفتش يقولوا لها الفوالق حدوث فوالق داكشي ديال الزلزال اللي قريتو في التامنة حدوث فالق و اي ناري الزلزال شي بديت كنرجع لكم في التسطيه ديالي انا باقي كيما انا ما كانش بدل شي الحقاش تخلوا دابا داير فيديو يجي الزلزال ابقى جالس وطع لي الدار ونموت ونصيفط لكم فيديو ونحط لكم فيديو في يوتيوب كيفاش مت وكيفاش لحت الفيديو من الجنة لا شي ما خصنيش نضحك ضحكني هذاك الياس المالكي عاتي خراني بالضحك قال واحد اختنا وتي زنزان قال لي الزنزان قالت ليه ويش قال لها او الزنزان وتقول ليه ويش ويقول لها اختي راه شي فاطه وخارج يسحب لي شي فاطه مع حدا البحر شوي ويقول ماما ناري الزلزال ويلي علق المهم شو المخير فينا عرفتي واحد في الدرج هابط بلا سليب لا لابس سليب هاز سروالو خلى مرتو ما عرفتش كانت في الطواليت كتخرا ما عرفت شنو مرتو المهم مرتو جات الخريه مع قبل الزلزال شو بنادم عدو زهر مكفس المهم مرتو كانت كتخرا في الطواليت جات الزلزال هبط هو بلا سروال وها السروال وخلى مرتو في الطواليت كدير كاكاويت
كتخرى. ودابا المشكلة هادوك اللي في الحمام، تخيل واحد كيحك والزلزال وكينوض وكيزلق وكيطيح وكينوض عاوتاني وكيطيح وتيزلق وخارج بزاف. اللي حشمو ماتوا، واللي ما حشموش بقاو عايشين. اه وواحد الميساج لدوك فاكين الحياة، دوك اللي كيديروا اللي عندهم اللحية، فاك فاك ليكم كاملين. علاش دابا هما تيكونوا جالسين تيقراو القرآن ولا شي لعبة، تيضرب الزلزال تيبداو استسلمنا لله واشرف ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوكة، ما تلوحش راسك بشي حاجة اللي غضرك. ودابا كون طحت شي سارية على رجلك وتهرستي وما متيش ساجد، استقطي القفص دونك هرب علق. ضحكوني هذوك، ضحكتني حتى شي نويت، قالت لك تشطح بحال ما كلشي بدات كديرها، تسحب لها راسها طاح لها طونسيون. هذاك راه الزلزال، هل تعلم ما هو الزلزال؟ هو هكذا ها. والتلفاز عرفتي التلفاز بدات كدير بحال ما ها نتوما ها. شو والله حتى الرعب ديال بصح، خلينا من داكشي ديال الجنون. ها نتوما بحال ما هكا، ولكن راه الزلزال راه بزاف الهربة. وتخيلوا الخوت باقي كيضرب، والله ضرب واحد في اسبانيا فيزيلا ولا ما عرفتش فيسيلا، هاد البلاصة ما عرفتش فيزيلا ولا فيسيلا، المهم ما عقلتش. وباقي كيضرب باقي، حيت الارض باقا ما تقادتش، غيبقى يضرب يضرب حتى الارض تقاد. كون عاد تكحزنا شوية على الجزائر، فهمتوا البوليس راه مخلينا مع نحيدو، غير عندنا جوج بحورة، البحر اللي تيطلع على جهة الجزائر وبحر نيت هذاك البحر ديالنا. غنوليو جزيرة، جزيرة المغرب أكبر جزيرة على ما كتشوف. الخوت ما بغيتش نحط لكم فيديوهات، دوك الفيديوهات اللي كتحطو حيت غادي يضربوني بكوبي رايت. يلا الخوت نشوفو فيديو جديد فشي زلزال جديد، مواضيع جديدة. يلا تهلاو، سيرو حدو راسكم، حدو راسكم لا يضرب شي زلزال وتخرجوا بلا سليب ولا شي حاجة. يلا الله يعاونكم.